بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذج الجنود الثلاثة البيض 3 وايت سولدرز، من حيث شكل هذا النموذج وشروط تكونه وشروط العمل به، أي كيفية التداول به. أولا بالنسبة لشكل هذا النموذج، هو نموذج صعودي عاكس للاتجاه الهابط، يتكون من 3 شموع طويلة خضراء متتالية، كل شمعة تفتح داخل الجسم الحقيقي للشمعة السابقة لها، وإغلاق كل شمعة أعلى من إغلاق الشمعة السابقة لها، ويجب أن تكون ظلال هذه الشموع قصيرة أو يفضل أن تكون بلا ظلال. ويشير نموذج 3 وايت سولدرز إلى حدوث تغيير قوي في معنويات السوق بالنسبة للمشترين، وكلما كانت الشموع بظلال قصيرة أو بدون ظلال، فهذا معناه أن السيران سيطروا على السعر، مما يؤكد استيلاء المشترين على الارتفاع طول الجلسة. مع ملاحظة أن هذا النموذج قد يسبقه أنماط شموع أخرى تؤكد انعكاس الاتجاه، ويعتبر هذا النموذج من بين أنماط الشموع اليابانية الأكثر شيوعا، والتي تشير إلى انعكاس الاتجاه الهابط إلى اتجاه صاعد. والنماذج الانعكاسية عموما يفضلها كثير من المتداولين، لأنها توفر لهم فرص بيع أو شراء قوية، وخاصة إذا جاءت عند مناطق دعم أو مقاومة. ثانيا شروط العمل بهذا النموذج، لكي يفعل هذا النموذج لابد من توفر 3 شروط. أولا يتم تحديد النمط الصحيح، كما قلنا 3 شموع خضراء طويلة متتالية، سعر افتتاح الشمعة اللاحقة قريبا من سعر إغلاق الشمعة السابقة، حيث تفتح كل شمعة داخل مدى جسم الشمعة السابقة لها، وهي إما بدون ظل أو بظل قصير. الشرط الثاني أن يأتي هذا النموذج في نهاية اتجاه هابط. أما الشرط الثالث والهام، إذا كان لأي شمعة من الشموع الثلاثة زيل أكثر من 10% من جسم الشمعة، فإنه يعتبر غير صالح للتداول. طيب نشوف كده أمثلة عملية على الشرط على هذا النموذج. مثال واحد على الشرط اللي قدامي ده، لو لاحظت هتلاقي النموذج ده اتكون في نهاية ترند هابط قوي على مدار عدة أسابيع قبل أن يتكون نمط الجنود الثلاثة البيض. تلاحظ أنه بمجرد تكون النموذج انعكس الاتجاه إلى أعلى، وقد يشير النموذج إلى أن الارتفاع سوف يستمر فترات طويلة إلا إذا كانت هناك منطقة مقاومة قوية. عشان كده لما يتكون قدامك النموذج ده، ادخل مع المشترين صفقات شراء ابتداء من الشمعة الرابعة. مثال 2 عندي على الشرط، نموذج 3 وايت سولدرز الجنود الثلاثة البيض اتكون مرتين. المرة الأولى في اتجاه هبوط الرئيسي ترند عام هابط، والمرة الثانية في ماينر ترند. وفي كلا النموذجين يظهر 3 شموع تصاعدية متتالية بأجسام كبيرة، كل شمعة لها ذيل صغير جدا وحتى بدون ذيول على الإطلاق لو لاحظتها على الشرط. كما ذكرنا من قبل، كلما كان الذيل أصغر كلما زادت قوة ضغط الشراء من الثيران، مما يدفع السوق بمواصلة حركة الاتجاه الصعودي. يفضل الدخول بعد تكون الشمعة الثالثة الأخيرة عند مستوى أعلى منها، يعني كما قلنا ابتداء من الشمعة الرابعة. ادخل مع المشترين صفقة شراء وانت مطمن ان دي صفقة ناجحة ان شاء الله. مثال 3
على الجنود الثلاثة البيض three white soldiers، عندي على الشرط التعليمي اتجاه عام هابط جاء في نهايته نموذج الجنود الثلاثة البيض، كما قلنا عبارة عن ثلاث شمعات خضراء متتالية. لاحظ أن سعر إغلاق الشمعة الثانية أعلى من سعر إغلاق الشمعة الأولى، وكذلك سعر إغلاق الشمعة الثالثة أعلى من سعر إغلاق الشمعة الثانية. وبكده يبقى شروط النموذج كلها عندي مكتملة، أقدر أدخل مع المشترين صفقة شراء ابتداء من الشمعة الرابعة. لو لاحظت هتلاقي إن السعر ارتفع لأعلى، وأصبح الاتجاه من بعد تكون هذا النموذج صاعدا. مثال أربعة، عندي ترند هابط قوي تكون في نهايته ثلاث شمعات خضراء، وده نموذج مثالي جدا. لاحظ أن الشموع الخضراء الثلاثة بلا ظلال تقريبا، وكمان إغلاق كل شمعة أعلى من إغلاق الشمعة السابقة لها، وفتح كل شمعة تقريبا عند منتصف الشمعة السابقة لها. تقدر من بعد تكون هذا النموذج تدخل صفقة بيع وانت مطمن، بتختار المدة الزمنية التي تناسبك حسب التايم فريم اللي انت شغال عليه، وكمان حسب خطوط الدعم والمقاومة اللي انت رسمها. بس عايزك تلاحظ حاجة، ان في جاب بسيط ما بين الشمعة الرابعة اللي فتحت بعد الشمعة الخضراء الثالثة، مش مشكلة، النموذج صح بنسبة 100%. لاحظ بعد تكون هذا النموذج انعكس الاتجاه من اتجاه هبوطي الى اتجاه صعودي. مثال رقم خمسة على نموذج الجنود الثلاثة البيض three white soldiers، كما قلنا عبارة عن ثلاث شموع خضراء جاءت في نهاية ترند هابط. لاحظ افتتاح وإغلاقات كل شمعة بالنسبة للشمعة الأخرى، هتلاقي جميع الشروط منطبقة، عشان كده الاتجاه اتحول من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي بعد تكون هذا النموذج مباشرة. نظرا لتدخل الثيران المشترين البولش، ممكن تدخل معاهم صفقات شراء وانت مطمن، بس يفضل ما تدخلش قبل النموذج ما يتكون، يعني ادخل بعد الشمعة الثالثة مباشرة. وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم توكلتم على الله حق توكلكم لرزقكم كما يرزق الطير خماصا وفروض بطانا. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والحل الفني والسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.